اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من حلقات ايطاليان بروف لاساسيات اللغه الايطاليه. خليكم معانا. تشاو توتي، ايه اخباركم؟ كله تمام؟ النهارده هنتكلم مع بعض عن الأرقام، إزاي أقدر أقول من واحد لأي رقم تاني، وإزاي أقدر أقول الأول التاني التالت الرابع، وإزاي برضو أقدر أقول الأرقام الكسرية اللي هي الكسر. نبتدي الأول، الأرقام بتتقسم لإيه؟ الأرقام بتتقسم لثلاث أنواع: أرقام كاردينالي اللي هي 1 2 3 4 5، وأرقام أوردينالي أورديناري اللي هي الأول الترتيبية، الأرقام الترتيبية، والأرقام فراتسيونالي اللي هي الأرقام اللي حاجة على حاجة، تلت تلتين أربعة أرباع خمس تنصاص هكذا. نبتدي الأول بالأرقام الكاردينالي اللي هي الأرقام الأول 1 2 3 4، ودي أهم حاجة فيها إنك تحفظها، مش هتقدر تعمل حاجه لو بتحفظها. تمام، خلينا نمشي مع بعض واحده واحده. هتعيد ورايا النطق، وعشان خاطري والنبي بلاش النطق بتاع بره ده، نركز في النطق بتاعنا، نركز معايا. مهم جدا تشوف مخارج الكلام وهي طالعه، مهم جدا انك تسمع كويس، فياريت تجيب كده الكوفيه الهاند فري بتاعتك وتحطها في ودنك وتسمع النطق كويس. تمام، حلو. هنبتدي الاول برقم واحد. واحد بيتقال اونو، واونو منها مفرد، ممكن اقول اونو او اونا، يعني كتاب واحد اون ليبرو، او واحد جي اونو افينوتا كيادرا. طب لو واحده هتبقى اونا، فعندي رقم واحد ممكن يبقى مذكر او مؤنث ومفرد، طبعا ان واحد مفرد. رقم اتنين دو، وهنا بقى الرقم اللي بتبهدل من المدرسين الكتير بتوع الايطالي الموجودين في مصر، كل واحد بيقول نطقه الجميل خالص ويحط التاتش بتاعه فيها. هنا دو دي او اي دو دو اي دو دو. بعد كده تري تري، كواترو كواترو، تشينكوي تشينكوي تشينكوي. اتفقنا للشي اكن قبلها تي خفيفه، بقت تشينكوي مش شينكوي، تشينكوي. ساعات بنسمع الاطالي يقولوا شينكوي، بس مش حكايه صح ولا غلط، هما متعودين على كده، والنطق والديالكتو بتاعهم اللكنه بتاعتهم، بس النطق الصح تشينكوي تشينكوي. بعد كده ساي ساي ساي، زي فيربو اسره اللي هو تو ساي ساي. بعد كده سته سته، تمانيه اوتو اوتو. بعد كده تسعه نوفي نوفي. بعد كده عشره دييتشي دييتشي. نعيد الاول من اول كده، واحد يعني ايه؟ ايوه برافو يا حاجه، شاطره حاجه، انت معانا دايما وعلى طول معانا، واضحه يعني مركزه معانا قوي. يبقى اونو او اونا، اونو دو تري كواترو تشينكوي ساي سته اوتو نوفي دييتشي. حلو، ده لازم نعيدهم كتير، ومع الاعاده هتلاقي نفسك بتحفظهم، يعني حاول تتفرج على الحتت دي كذا مره. بعد كده نكمل مع بعضينا، احنا هنضطر نحفظ من 1 لـ20، وبعد كده نحفظ 30 40 50 60، وهكذا. العمليه هتبقى سهله جدا. 11 اونديتشي اونديتشي، 12 دوديتشي دوديتشي، 13 تريديتشي تريديتشي، 14 14 14
15, 15, 15, 16, 16. في ناس بتقولها 16، هي مش 16، هي 16، 16. 17 17 17 18 18 18 19 19 19 20 20 20. تمام؟ شوية كده نعيدهم مع بعضينا، بس هنشوف بقى ايه بتتقال ازاي من 21 و22 و23 او 31 و32 والحاجات دي كلها. اول حاجة نشوف الارقام الاساسية اللي هي 20 30 40. 20 قلنا 20، 30 30، 40 40، 50 50، 60 60، 70 70، 80 80، 90 90. حلو، ازاي بقول 21 او 31 او اي حاجة؟ خليكم معايا كده في اول قاعدة هقول لكم في رقم واحد ورقم 8. واحد بيتقال ازاي؟ برافو، اونو اونو، اوله او حرف فوكالي. طب 8 بتتقال اوتو اوتو، واولها حرف متحرك فوكالي، يبقى اونو اولها او حرف متحرك، واوتو اولها او حرف متحرك. ودول الحرفين الرقمين الاحاد الوحاد اللي فيهم الحروف المتحركه في اولهم. فلما انا زي ما انت سمعت قلت 20 يعني 20 اخرها اي، طب 30 اخرها اه، 40 اخرها اه، 50 اخرها اه. حلو، ما ينفعش احط اخلي اه يبقى او او وجنب بعض، او اي او جنب بعض، او 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 جنب بعض. فبعمل ايه؟ بشيل اخر رقم من 20 و30 و40، يعني من 20 و30 و40 و50، وبحط اونو على طول. يبقى 20 21 بتقال 20 على طول، مش 20 اونو، 20 اونو، 20 اونو. طب 22 22 22 يا 20 2 22. طب 23 23. وهنا في قاعده ثانيه، في ال 23 انا ما بقولش 23 او 23، ففي اتشنتو، في شده على اخر حرف بيتعمل في او اخر لترا في تري. ف 23 او 33 او 34 او 35 سوري او 53 او 43 او 63 او 73، كل ده على التلاته بيبقى فيه اتشنتو في الاخر. يبقى 21 22 23 24 25 26 27 28، هنا بشيل الاي، 28 29 30. القاعده دي ماشيه على كل العشرات، يعني على كل ال 22 23 33 45 85 95 وهكذا. طب 100، 100 تبقى 100 100 100. طب لو عايز اقول 101 هتبقى 101. طب 150 150. انا بقرا او بقول الرقم في الايطالي زي ما بيتكتب، بيتكتب من الشمال من الشمال لليمين، فهقرا برضو من الشمال لليمين. لو قلت 150 ادي الميات وادي العشرات وادي الاحاد، يبقى انا 100 100 100. 50 كلها على بعض قال مره واحده 50، يبقى 150. طب لو عايز اقول 200 هتبقى 200. 300 300 300. طب 333 هتتقال ازاي؟ برافو، 333، وما ننساش الاتشنتو. نخش في حته تانيه بتلخبط ناس كتير، اللي هي الالف. الف واحده بتقال ميلا ميلا، دويل واخرها ايه؟ طيب لو 2000 هتبقى دو ميلا دو ميلا دو ميلا، ما تبقاش ميلا تبقى ميلا، ام اي ال ا ام اي ال ا. طب 10000 ديتشي ميلا. طب لو عايز اقول مثلا ان السنه دي مثلا 2019، 2000 بتتقال ازاي؟ برافو، دو ميلا، 19 دي 19، هتبقى دو ميلا دي 19، دو ميلا دي 19، دو ميلا دي 19. عشان مثلا بقول لك النهارده اليوم كذا، مثلا يقول لك
النهارده 2 مايو 2/5/2019، يبقى اوجي ال 2 مايو زي ما عملنا الشهور 2 مايو 2019. تمام. طب هنشوف دلوقتي مع بعض عشان اقول الترتيب. الترتيب ده مهم قوي في ايه؟ عشان ما ينفعش واحد يقول لك انت كام على الفصل، تقول له رقم واحد، رقم اتنين، رقم تلاتة، بيقول لك انت كده ما بتعرفش تتكلم. فبالتالي مهم جدا اللي انا وانا بتكلم اكون فاهم كويس الايطالي. يعني ايه؟ يعني ايه فاهم الايطالي؟ اقدر اعبر بطريقه بسيطه. يقول لك انت كام على الفصل، انا الاول، انا الثاني، انا العاشر، انا ال11، انا ال17، انا ال18، مش فارقه. فلازم اقول اللي هنحفظهم هنحفظهم من اول من واحد للعاشر، وبعد ال11 وال12 وال13 الكلام ده يبقى سهل قوي. تمام. خلينا مع بعض نشوف الاول. وهنا في النومري اورديناري اللي هي الترتيبيه بتحكي في ايه؟ انا مثلا اقول الاول البريمو. طب لو بنت هتقول البريمو برضو؟ لا، هتقول لا بريما. طب لو جروب كبير هم عن كتير يقولك احنا الاوائل، بتتجمع تبقى بريمي. طب لو بنات يقولك احنا الأو احنا الأو احنا الاوليات، بريما. يعني الارقام الترتيبيه بيحصل فيها ايه؟ ممكن تتحول لمذكر او مؤنث او جمع مذكر او جمع مؤنث. تمام. الاول بيتقال ازاي؟ بريمو، بريمو. الثاني سيكوندو، سيكوندو. طب الثالث تيرسو، تيرسو. الرابع كوارتو، كوارتو. الخامس كوينتو، كوينتو. السادس سيستو، سيستو. السابع سيتيمو، سيتيمو، سيتيمو. الثامن اوتافو، اوتافو. طب التاسع نونو، نونو. طب العاشر ديتشيمو، ديتشيمو. نعدهم تاني، يبقى البريمو، السيكوندو، وبحط دايما الارتيكل قدامها حتى لو انا بتكلم بقول لك شنو البريمو. لو بنت اقول لك لا بريما، لو مجموعه اي بريمي لازم يبقى في ارتيكل. يبقى البريمو، السيكوندو، الترسو، كوارتو، كوينتو، سيستو، سيتيمو، اوتافو، نونو، ديتشيمو. حلو. طب من اول بقى رقم ال 11 ال 12 ال 17 ال 150 سهله قوي، سهله قوي. يعني مثلا ال 11 اونديتشي، بزود ايزيمو، اونديتشيزيمو، اونديتش، اونديتشيزيمو، بشيل اخر حرف الاونديتشي واحط ايزيمو. برضه بالجمع ويبقى مؤنث، مؤنث مذكر، مؤنث جمع ويبقى مذكر جمع. تمام. اونديتشيزيمو. طب 12 قلناها دوديتشي، هتتقال ازاي؟ ايوه كده، برافو يا حاجه، انت معانا مركزه جدا جدا. دوديتشيزيمو، دوديتشيزيمو. طب ال 20، 20 بتقال فينتي، هيبقى فينتيزيمو. طب ال 25، 25 بتقال ازاي؟ فينتي تشينكو. فبالتالي ال 25 هيبقى فينتي تشينكويزيمو، فينتي تشينكويزيمو. حلو خالص. اخر حاجه هناخدها النهارده عشان ما اطولش عليكم، هي النومري فراتسيوناله. النومري فراتسيوناله اللي هي الحاجات الكسور، الواحد على خمسة، اتنين ربعين، تلات ارباع، الحاجات دي سهلة قوي قوي قوي. لو انتم شايفين الرقم، الرقم مثلا المختلف اللي لازم احفظه هو ميدزو، ميدزو، ميدزو يعني نص، ميدزو يعني نص. وميدزو ممكن يبقى مؤنث، مؤنث او مذكر، او ممكن يبقوا جمع كمان، عشان ميتزو نص، بس ساعات بيستخدم في النص. يعني يقول لك ستو ميتزا لا جنت، ستو ان ميتزا لا جنت، يعني انا اكون في نص الناس، يعني وسط الناس، ان ميتزا لا جنت. فميتزو ليها استخدامات كتير قوي، واحده واحده مع بعضينا نحاول نعملها. حلو. ميتزو ده بيتحفظ خلاص. طب لو عندي تولت، هو واحد على ثلاثه. حلو. الواحد ده بستخدمه بالارقام الكاردينالي اللي هو 1 2 3 4، والثلاثه ده بستخدمه بالارقام الاورديناري اللي انا عملتها اللي هو الثالث والرابع والخامس. فواحد بيتقال ايه؟ اونو.
تمام؟ والتالت بيتقال ترسو، بس ما اقولش ما ينفعش عشان اللغه بتاعتنا لغه نغمه، فما ينفعش اقول اونو تيرسو تقيله، فبشيل الاو اللي في الاخر، هيبقى اون تيرسو، يبقى ترسو واحد اون تيرسو. طب لو عايز اتنين على تلاته تلتين، بدل الاونو احط اتنين، الاتنين اللي هي دوا، والترسو هيبقى هنا. بس انت فاكرين لما قلت الارقام الاورديناري ممكن تتجمع، ممكن تبقى اي او اي او 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 اه. طب حلو، الاتنين دول مفرد ولا جمع؟ برافو، هو جمع. اي حاجه ازيد من واحد في اللغه الايطاليه هي جمع. فدوي ما ينفعش اقول دوي تيرسو، هيبقى دوي تيرسي. طب ربع، هيبقى اون كوارتو، تلات ارباع. تلاته بتتقال تري، الربع هيبقى كوارتو، هيبقى تري كوارتي. يبقى كده خدنا التلات ارقام. هتلاقوا هحط لكم فايل بكل الحاجات ديت موجوده عشان تعيدوا وتعرفوا تقروها اكتر. هتشوفوا تحت هتلاقوا الفايل، انا يعني هيتلاقوه نازل موجود، ممكن تعملوا له داونلود وتخلوه معاكم وتذاكروه اكتر. اي استفسارات او اي حاجه، ممكن نعمل تمارين حلو جدا في البيت اللي احنا نكتب ارقام ونكتبها احنا بعد كده. يعني ممكن نعمل دلوقتي رقم مع بعضينا مثلا 195، 195. المية دي قلنا بتقال ازاي؟ تشنتو. طب وخمسة وتسعين؟ تسعين بتقال ازاي؟ نوبانتا. ادي ميات، ميات عشرات احاد. المية هي تشنتو واحدة، تشنتو. تسعين نوبانتا، خمسة تشينكوة، يبقى تشنتو نوبانتا تشينكوة. طب لو عايز اقول ميتين الف وخمسة، ميتين الف وخمسة، يبقى الالوف في الاول، ميتين الف دوتشنتو ميلا، وخمسة تشينكوة، دوتشنتو ميلا تشينكوة، دوتشنتو ميلا تشينكوة. حلو، تمام كده خلاص. لو عجبكم الفيديو اعملوا له شير، وما تنسوش تعملوا سبسكرايب للبيج لو عجبكم الفيديو. واي مطالب عندكم اطلبوها، احنا معاكم وبنحاول على قد ما نقدر نجدد ونقول حاجة جديدة. تشاو توتي.